حصل واشتغلت عاملا في إحدى الكنائس بأجر يومي، فما حكم هذا الأجر الذي أخذته؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله كل خير. لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الكنائس أو الأضرحة أو غير ذلك، لأنه بذلك يكون مقرا للباطل ومعينا لأصحابه عليه، وعمله محرم، لا يجوز له أن يتولى هذا العمل. وما أخذته من الآجار في مقابل هذا العمل كسب محرم، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تصدقت بهذا المبلغ الذي حصلت عليه لكان أبرأ لذمتك ويكون دليلا على صحة ندمك وتوبتك. الحاصل أن المسلم لا يجوز له أن يكون معينا لأهل الباطل، ولا يكون أجيرا في أماكن الشرك ومواطن الوثنية كالكنائس والأضرحة وغير ذلك من أعمال الكفار والمشركين، لأنه بذلك يكون معينا لهم على الباطل ومقرا لهم على المنكر، ويكون كسبه حراما والعياذ بالله. نعم، بارك الله فيكم.